الشاعر الجميل جمعة عبد المقصود. تحية منصة جديدة وشعراء محترمين الحضور كلهم. فكرة الشاعر يعني ربنا يسترها هي عبارة عن خواطر، أدعو الله إنها تلقى إعجابا. هي خاطرة بعنوان أصل الألم مخنوق والخنجة بعد الهرم تملى الهرم من فوق. صرخة ألم من غير قدم محبوسة في الصندوق. جر القلم حر ظلم أصبح وحيد مخنوق. أحمر مداد القلم كما العنب معتوب يسكر وسكره ألم يهد الجبل من فوق. اكتب أهادي يا قلم يمكن صنم يصحى من غفوته ويفوق والحر اللي صرف يصبح طليق معتوب. اكتب أهادي يا قلم الحر رغم الألم صابر صبر النوم على الحق سد القدم راسه دايما فوق. شامخ شموخ القمم يكسر بصبره الطوب والصبر لأهل الهمم دايما ليهم طوب. الخليل رغم الهرم كان بالولد مرزوق ويوسف لما اتظلم جاله المدد من فوق. يوسف لما اتظلم جاله المدد من فوق.